لم يعد يفصلنا عن شهر رمضان المعظم سوى أيام قلائل لتبدأ معه حمى ارتفاع الأسعار المرتقبة ككل سنة تؤرق حياة المواطن الجزائري الذي تعود على مواجهة الغلاء الفاحش الذي يميز المواد الاستهلاكية. قبل رمضان الأسعار دفة تطلع دفة تكون كيف بصح لا هو غير يجي رمضان الأسعار تطلع البلافون. قلت لك العشيش مخطفة في اليامات نورمال طيبي به 4 مرات واحد العجوزة قالت لي صباح وفي رمضان يقسموها على 2 ما طيبيش به مرة. زيادة أسعار تلك المواد دفع بالمواطنين لانتهاج طريقة التخزين والتجميد لمواجهة الوضع وضمان توفر بعض الأغذية الأساسية في ظل التموجات التي تعرفها سوق الخضر والفواكه على وجه التحديد. وكاين الإنسان يعني يشرو من دوكا كي منخفضة يشرو بعض الخضر كما نقولوا الفلفل الحلول القرعة حوايج هذا ما يفسدوش يديهم في الكونجيلاتور. يخبي 5 كيلو بطاطا 5 كيلو بصل 5 كيلو ثوم طماطم اللحم الدجاج كذا يخبي رمضان يعقب رمضان تاعو. السلام عليكم. ثقافة التخزين هذه تجعل المواطن في غنى عن تحمل أعباء ارتفاع الأسعار في ظل جهله بانخفاض الطاقة الغذائية مقارنة بالغذاء الطبيعي نفسه الطازج الذي التهب سعره.